وقابلت لعبات على جزئيات بسيطه. كنبغي نشكر جميع اللعابه وستاف لا تكنيك لا ميديكال. كنبغي نهدي هذا الفوز للجماهير وكنوعدهم بالافضل ان شاء الله خلال الدورات المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر الدراري على الروح القتاليه ديالهم، كنبغي نشكر هذا الجمهور هذا اللي كيساندنا ديما. والحمد لله كما كتشوف ثلاثه مقاطره ما كانت سهله سيرتو فاش استطردنا لعاب، والحمد لله ربي ما خيبناش. وبغينا جبنا 3 بوا وهربنا من المناطق ديال الهبوط، وكنتمنى التوفيق لهذ الفرقه ان شاء الله. وشكرا. فريق الطاس كان في المستوى صراحه، لانه كتعرف الطبيعي ما متعودينش عليه الكليساج شويه اثر على اللاعبين، خصوصا في دي ديشي اللي كانت عطينا لافونتاج سيرتو في ديك لي باس ديالنا، ولي كونترول كانوا شويه ماشي علينا. كتعرف لي كونترول ديال السينتيتيك ماشي هما ديال الطبيعي، دونك ما كانش لادابتاسيون. الشوط الثاني دخلنا بها مزيان، رجعنا في المقابله لقيت اللي يعني غنقولوا راه غنحاولوا يعني نزيدوا اهداف اخرى. تلقينا هدف يعني صراحة ضد مجرى اللاعب اللي ما كناش نستحقوه، الشيء اللي خلانا واللاعبين انه يدخلوا يعني في واحد كما تنقولوا واحد دوامة ديال الضغط ديال عدم التركيز اللي كيخليك انه لانه كتشوف الاهداف كيفاش تماركات. ظن فريق الطاس كانت عنده الرغبة، كان اكثر تركيز، هذا الشيء اللي ما استرقش المقابلة اكثر من انه كان حاضر اليوم في الملعب. لانه تابع لي ديال ما اللي ملي كديش لي ديال شويه انه كتخلي الخصم انه يكون احسن منك. صراحه ما خصوصا يعني في الاخير ديال الشوط الثاني صراحه ما كناش يعني في المستوى، الشيء اللي خلاهم انهم هما يسجلوا دوك الهدفين. انه كما قلت انه التركيز خان اللاعبين، الضغط ديال كتعرف منهم اللي كتكون في المراتب الاخيره كيكون واحد الضغط على اللاعبين. كنتمنى ان شاء الله نخرجوا من هذا الضغط ان شاء الله.